نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. وزير السياحة يعطي إشارة انطلاق معرض الصناعات التقليدية بالقرية الحرفية بجربة. وجمعية هويتنا تؤمن عيادات طبية مجانية في الأمراض الجلدية بولاية قبلي. وفي التفاصيل، نظمت جمعية هويتنا اليوم الأحد بولاية قبلي حصة عيادات طبية مجانية في الأمراض الجلدية شملت أكثر من 60 شخصا في منطقتي جديدة والمنصورة، وذلك في إطار تقريب خدمات طب الاختصاص من مستحقيها. وأوضحت عضو جمعية هويتنا أحلام الناصري لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن هذه الحصة من العيادات المجانية تهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من أهالي المنطقة من الاستفادة من الكشف عن بعض الأمراض الجلدية وتجنيبهم عناء التنقل إلى ولايات المجاورة للعلاج، لا سيما في ظل النقص الكبير في أطباء الاختصاص في القطاعين العام والخاص بولاية قبلي. في موضوع آخر، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة صباح اليوم الأحد على أن تونس ستبقى خضراء وستزداد اخضرارا مهما فعل من أشعر الحرارة قصدا، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. وبيّن سعيد أن تونس ستظل قوية بمؤسساتها، وأنه آن الأوان لوضع حد للتطور على الدولة والتعويل على القدرات الذاتية للخروج من الأوضاع الراهنة التي يسعى من أشعل النيران أن تبقى تونس فيها. وقال قيس سعيد أنه اختار بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة التحول إلى جبل بوغرنينة، وتحديدا المنطقة التي اندلعت فيها حرائق الصائفة الفارتة، ليبين الإصرار على إطفاء النار وتتبع من وراء اندلاع الحرائق. افتتح وزير السياحة محمد المعز بالحسين بعد ظهر اليوم الأحد بالقرية الحرفية وسط مدينة حمة السوق معرض الصناعات التقليدية والإبداعات الحرفية الذي انتظم بمناسبة القمة الفرنكوفونية للتعريف بحرف وإبداعات الصناعات التقليدية للبلاد التونسية في إثرائها وخصوصيتها وجمالها وإبداعها، وإتاحة الفرصة للعارضين لترويج منتجاتهم والتعريف بها ولتبادل المعارف والمهارات. وأكد بالحسين لدى افتتاح معرض الصناعات التقليدية والإبداعات الحرفية بالقرية الحرفية بجربة أهمية الصناعات التقليدية في التعريف بالهوية والتراث المادي واللامادي، مبرزا أهمية هذا المعرض في الترويج للقطاع وتقريبه من الحرفاء. في أخبار العالم، أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن المتورطين في انفجار شارع الاستقلال بحي تقسيم في اسطنبول سينالون العقاب اللازم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمطار اسطنبول اليوم الأحد قبيل توجهه إلى أندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين. وأوضح أردوغان أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين. وأضاف الرئيس التركي، ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي، لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك. وأكد أن السلطات المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم والجهات التي تقف وراءه. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير السياحة يعطي إشارة انطلاق معرض الصناعات التقليدية بالقرية الحرفية بجربة. وجمعية هويتنا تؤمن عيادات طبية مجانية في الأمراض الجلدية بولاية قبلي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.